انا عندي جنبين في شخصيتي. تمام. الناس كلها القريبه مني عارفين الموضوع ده. ساعات ببقى هاديه ورقيقه وكيوت وكده, وساعات ببقى بقى شعنونه. فاظن خلاص الناس عرفوا الشخصيتين دول. هي شبه ماين الهاديه الرقيقه الجميله, فانتوا هتحبوها يعني. انا متاكده ان انتوا هتحبوها ان شاء الله. ماين كل ما تعملي بطوله مع حد يطلع عليكم اشاعات ارتباط وحاجات زي كده. عايزين نعرف بقى موضوع امير طلع اشاعات بشكل كبير, اتعاملتوا مع الموضوع ازاي؟ لا هو لسه ما طلعش, بس اكيد هيطلع. مستنيه يطلع معايا. بيطلع معاكي؟ هما الناس بيحبوا يشوفوني عروسه, واديكم تشوفوني عروسه اهو في الفيلم. لكن لا هو يعني ايه اللي حصل؟ خلاص انا تعودت يعني. انا اي زميل ليا بمثل معاه بنعمل دور رومانسي مع بعض, خلاص بينزل اشاعه ان احنا مرتبطين. اي حد بتصور معاه الريد كاربت احنا مرتبطين. خلاص انا بقيت متعوده وما بقتش اتضايق, بالعكس بقيت انا وهو اصلا نقعد نضحك مع بعض. كان اخرتي يا قمر تيام. تيام قمر, تيام زميلي اصلا في الجامعه واحنا اصحاب, وغنيت له هابي بيرث داي. كنت انتوا بتصورونا وانتوا اللي طلعتوا الاشاعه صح؟ انتوا السبب. بس فشكرا عشرة اللي طلعها. طيب عايزة تقوليلي بقى اي اشاعة من دي بتواجهيها انت المفروض ان انت تتقبليها ازاي او بتتعاملي معها ازاي؟ زمان انا كنت, مش زمان يعني, ده من شهرين يعني, انا كنت واخدة الموضوع على قلبي قوي, وبجد مش طايقة اي حد يقول عليا كلمة وحشة, ومش طايقة اي اشاعة. بس وصلت دلوقتي لدرجه من انا خلاص انا تمام جدا, بالعكس انا زي الفل يعني. هاتولي كل اللي عندك. فخلاص قلت ان الناس نفسها تشوفك عروسه, طب احنا كمان نفسنا نشوفك عروسه. لو قلنا ايه مواصفات فتى احلامك ممكن نقول ايه للناس؟ سالت السؤال ده كتير قوي. وكل مره تبقى اجابه مختلفه عشان ده شيء كويس. وعايزه اقول لك على حاجه, اي بنت هتقول مواصفات الولد اللي هي نفسها ترتبط بيه بجد بيطلع حاجه تانية خالص بجد. فانا هيتمسك لي زله لو انا قلت دلوقتي, ممكن كمان سنتين حاجه تانية عشان انت بتبقي عايزه حاجه تانية. لو هو عشان الشخص اللي عايزين نعرف عشان احنا دايما كبشر احنا بنتغير دايما, كل يوم انا مختلف عن اليوم اللي قبله, انا بكبر, انا بقابل ناس وبتعرف على حاجات في حياتي, فانا بتغير. فمش ضروري ان انا بقى ميان في موضوع ياسمين عز كده, ولا لما بتقول على الست لازم تعمل للراجل كده. لا تعليق. والله العظيم انا مش عايزه اساعد في ان هي تتشهر, فانا مش هتكلم عليها. اخر حاجه بس, انت قلتي كنت بتتمنى تمثلي مع امير من زمان, فكلميني عن دوت واجواء الكواليس ما بينكم كانت عامله ازاي. امير المصري هو نجم بجد, بيخليني احس اني انا عايزه ابقى زيه. حد بيمثل بره, حد بيمثلنا بره, حد طموح وشاطر في شغله ومحبوب. فانا عشان كده كنت نفسي اشتغل معاه, لان انا بحب زمايلي وعايزه ان انا يكون في بينا ادوار مع بعض ونحنا نكبر مع بعض. فتحمست جدا ان الفيلم بطولته, ومبسوطه ان انا مثلت معاه وكان في بينا كيمياء كويسه قوي, وان شاء الله يعجب الناس. ما هي الدور اللي انت بتتمني ان انت تجسديه ولحد دلوقتي لسه ما عملتيهوش, ومع مين؟ بصي انا حلمي اني افضل اقدم ادوار زي دوري في مسلسل الا انا حكايه حلم حياتي, لان اثر في ناس كتير. انا بحب اثر في الناس, وبحب الناس تتاثر بالاداء بتاعي, والمشاهد تبقى قويه ومشاهد تبقى تقيله, لان بغير حاجه, بعمل حاله. فده اللي انا بتمناه, ده هدفي في الحياه. ومع مين بقى؟ مع كل نجوم مصر يعني, ما عنديش مشكله. واللي اشتغلت معاه واشتغل معاهم تاني. الدور بتاعتي خلاص بيبقى عليها كومنتس, الناس بتعلق انها مثيره او كده, او انك تبقي قصده لما تقعدي ترفعي ايدك وكده. اكيد شفتي التعليق. لا انا مش بكون قصده خالص, وانا كنت زي ما قلت لك بتضايق دلوقتي, ما بقتش اتضايق, وهفضل على طبيعتي, لان طبيعتي دي اللي هتخلي الناس تحبني. طيب شكرا. ايه بقى اللي بتحضري له بعد ما تتجوزي؟ عندي فيلم بدا ساعات في يوم ما, انتظروه فيلم هشتغل. ميرسي ليكي جدا.